مساء الخير، معنا مهندس هاني سعيد صاحب احد مراكز الجنوط والجنوط اطارات والجنوط. مساء الخير يا فندم. طب دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن في شباب بيشتروا العربيه بتبقى مستعمله، اول حاجه بيعملها بيغير الجنوط. ده على اساس ايه الجنوط دي بتتغير؟ الجنط بيدي ثبات للعربيه وبيدي شكل حلو للعربيه، تمام؟ فهو بيحط الجنط السبور، لان الجنط السبور بيخلي العربيه ثابته على الارض وممكن يعرض ليها كاوتش، ويخلي ان العربيه في الجري ثابته اكتر. والجنوط دي سبور بتدي منظر شيك جدا في العربيه، تمام؟ ده بالنسبه للجنوط السبور. طب انواع الجنوط ايه؟ في بلاس، في تايواني، وفي اندونيسي، وفي تايلاندي، وفي صيني، في كذا حاجه، وفي اوريجينال. لا انا بتكلم على الخامه، في المونيا وفي حديد. المونيا كله المونيا، مفيش حديد. لا في حديد، بس الحديد ما هو كده كده هو بيشيله من العربيه وبيركب جنط سبور. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الحديد ده اللي هو الاستوك بتاع العربيه، انما اللي هو نازل مع العربيه، انما الاستوك ده سبور، ده بيدي ثبات وبيكون شكله احلى وبيدي عرض للعربيه، بيدي شكل ووضع تاني احلى للعربيه. هو طبعا الالومنيا اخف. الالومنيا لا، مش حته اخف، اخف في كوزن. لا 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 مش شرط، ده ممكن يبقى اتقل من الحديد. طب هو اللي بيثبت العربيه على الارض، الاتقل يثبت العربيه اكتر من من الخفيف؟ مش العكس يعني؟ لا لا مش العكس. طيب في انواع الكاوتش اللي هو الرامفلت، تمام. طيب هل دي جنوط مخصوصه؟ لا لا، دي نازله فابريكه على البي ام والمرسيدس، كله جديد، كله نازل رامفلت، وما فيش نازل من غير ستبن ولا كوريك ولا اي حاجه خالص، فنازله فابريكه على العربيه رامفلت. بتتوافق مع اي نوع جنط؟ مع اي نوع جنط، تركب على اي جنط سبور الرامفلت تشتغل عليه. طيب الشركات العربيات لما بتنتج عربيه معينه، تمام، على اي اساس بتختار الخامه بتاعه الجنط؟ بينزل عليها جنط فابريكه الماني، يعني بي ام منزله جنط الماني، المرسيدس منزله جنط الماني، وممكن نركب جنط تايواني او اندونيسي بيشتغل معاكي زي الفل، ما فيهوش ادنى مشكله، يركب برضه على الرامفلت. طيب في بعض الشباب بيركبوا جنط اعرض من الجنط العربيه، اللي اسمها جنوط 2 انش. التو انش دوت عشان هو عايز يعني معظم الشباب الجديده كلها بتركب جنط 2 انش، اللي هو يطلع الجنط بره العربيه، يدي ثبات احلى ويدي شكل احلى. فهم بيعملوا كل الكلام ده في العربيات اللي هي الموديلات القديمه، وحتى الجديده بيركب برضو 2 انش. وفي عربيات نازله فابريكه من يعني هي نازله من بلادها 2 انش، جنط ذات نفسه نازل 2 انش في المرسيدس والبي ام. طب ايه الحاجات الغلط اللي ممكن الشباب يعملوها وهما بيحطوا جنط جديد، بحيث انه ممكن تعمل حوادث، تعرض حياتهم للخطر؟ ما فيهاش اي حاجه، طالما مركب الجنط على طبيعته ومركب الجنط على ابعاده مظبوطه ما فيهاش اي مشكله. الكلام ده يبقى فيها مشكله او فيها خطر لو هو بيعدل حاجه اسمها فلانشات، انما طول ما هو بيركب الحاجه على طبيعتها مفيش ادنى مشكله. ايه الفلانشات دي؟ الفلانشه دي اللي هو مثلا الابعاد بتاعه الجنط ممكن ما تبقاش هي، فهو يروح الحرفيين يعدل حاجه تانية عليها وخرام تانية، يعني يعدلها على العربيه فوق طبيعتها، فدي دي خطر على العربيه. انما لو الجنط ركب ستاندر على ابوه مفيش اي مشكله خالص. طب استاذنك توريني مثلا امثله للجنوط عند حضرتك. عندك جنط في دبليو اهو، ده بيركب على الفي دبليو، ده في جنط في دبليو معروف، تمام، ده يركب على الفي دبليو بس، كل الفي دبليو يركب عليه، لكن ما يركبش على اي انواع تانية؟ لا لا يركب على كل الفي دبليو، يركب على الاودي والجولفات كلها، كذا عربيه بيركب عليها، تمام. وعندك البي ام اهو برضه بيركب على البي ام. دول ايه الفرق ما بينهم؟ هنا في كذا واحد بيه، واشكال مختلفه على حسب موديل العربيه، على حسب مش موديل العربيه كده كده، على حسب موديل العربيه حاجه، بس في ناس ممكن يبقى مثلا هو عنده 17 يركب 18، عنده 18 يركب 19، فكل واحد على حسب دماغه هو عايز يركب، يعرض العربيه لاني شكل او لاني وضع. طب المفرغه اللي ملهاش نوع دي ايه بقى؟ ده جنط مرسيدس، بس ام جي مرسيدس، اسمه جنط اي ام جي مرسيدس. طيب احنا بنشكر حضرتك.